الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم. هذا بكل خير من أرضية ميدان سوان، نحييكم بأجمل تحية ضمن ثاني أيام منافسات هذا المهرجان، مهرجان ختامي رأس الخيمة السنوي 24 الذي أعلنت انطلاقته في يوم الأمس، واليوم هو ثاني أيام هذا المهرجان، وهو سن اللقاية، سن المفاجآت، والمسافة المقررة هي 5 كيلومترات الحاضرة والمندفعة من خلال هذه الأسماء. الشوط العاشر الخاص بالجعدان، المهجنات اللقاية الأصايل على بركة الله. مشاهدينا الكرام، أعلنت هذه الإثارة وأعلنت هذه الأسماء الحاضرة والشعارات المزينة لأرضية هذا الميدان، الكل قادم للمنافسة بلا شك هنا على أرضية هذا الميدان. مرحبا بكل الضيوف القادمين من شتى ميادين دول الخليج على بركة الله. مشاهدينا الكرام، نتابع البداية والصدارة الأولى، شعار بن سلومة، من يتقدم على البداية، من يسيطر مع الديب، علي بن محمد بن سعيد بن سلومة الخاطري يقدم لنا الديب على الصدارة وعلى البداية من أبناء الميدان. هنا متقدم زمام الشوط المركز الثاني، هناك راهي أحمد بن محمد راعي العوية العامري يتقدم أيضا على المركز الثاني، القادم من العين على ثاني المراكز. المركز الثالث هناك مشكور محمد بن سعيد بن محمد الاكتبي يتقدم مع مشكور مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، هناك الأسماء الحاضرة والمنطلقة، وهناك أيضا الواصل بالقوة والإثارة، هناك أيضا شعار محمد بن خليفة بن محمد الكعبي هو معزم مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، هنا الإثارة علي بن محمد بن سلومة الديب رابعا للمركز الخامس، خامس المراكز. هناك شامان صالح بن هادف بالضحاك المنصوري يتقدم على المركز الخامس. المركز السادس، سادس المراكز، النصر سهيل بن سلطان بن محسن العامري سادسا للمركز السابع. سابع المراكز، هناك سكر خالد بن سليم بن مسلم الوهيبي مع المركز السابع. أما المركز الثامن، ثامن المراكز، شاهين خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري ثامنا. والمركز التاسع، تاسع المراكز مشاهدينا الكرام، هناك الأسماء الواصلة، هناك بديع واصل، بديع واصل بالإثارة، واصل بالتحدي، عبد الله بن نايع بن مصبح بن صاروخ النعيمي يتقدم على المركز التاسع. والمركز العاشر، عاشر المراكز، هياض علي بن سعيد بن علي الدويكي. هكذا النتيجة للعشرة المراكز الأولى بندائنا الأول، ومن هنا تحول إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى زمام الشوط، إلى زمام المقدمة، سكان المقدمة كما يقال دائما. المركز الأول، هذه الكوكبة المتميزة سداسية على المركز الأول، الكل أيضا يبي يسجل نقطة ثمينة في هذا المهرجان، مهرجان رأس الخيمة، الكل على لهذا المهرجان. نتابع البداية، البداية سكر خالد بن مسلم بن، هناك خالد بن سليم بن مسلم الوهيبي القادم من السلطنة وبالتحديد من ميدان بدية، واصل بالقوة على المركز الأول، يبي يهديهم هذا السلام الصباحي لأبناء السلطنة. المركز الثاني، هناك معزم حمد بن خليفة بن محمد الكعبي يأتي مع ثاني المراكز. والمركز الثالث، ثالث المراكز، النصر سهيل بن سلطان بن محسن العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز، شامان صالح بن هادب بالضحاك المنصوري مع المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز، من الجانب الآخر المركز الخامس، أتابع الإثارة، قدمنا شوية يوسف. نتابع المركز الخامس من الجانب الآخر، هناك الواصل بالقوة، والواصل أيضا بهذا الأداء الرائع هناك من الجانب.
هناك ايضا سكر، هناك ايضا الواصل، هناك الواصل راهي احمد بن محمد راعي العوية العامري على المركز الخامس، المركز السادس، سادس المراكز شامان، صالح بن هادي بالضحاك المنصوري، وهنا التقدم من مشكور محمد بن سعيد بن محمد الاكتبي، ووصل ايضا ممثل الوثبة الدايم يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذه الاندفاعة، السيف محمد بن ناصر بالعوض بن يحيى المنهالي مع المركز السابع المركز الثامن، ثامن المراكز هناك اياض علي بن سعيد بن علي الدويكي القادم من السلطنة، القادم من السلطنة الدويكي مع المركز الثامن، المركز التاسع، تاسع المراكز من الجانب الاخر هناك ايضا محمد بن سعيد، هناك العطيوي المزروعي يتقدم مع دامان، يتقدم مع دامان، وهنا ايضا هنا الواصل المدير حرب بن سعود بن عيد العطيات العطوي القادم من تبوك، ولكن نعود مع المركز الاول، نعود مع الصداره، نعود مع لوحه ال 1200، 1200 ما تبقى عن نهايه هذا الشوط، الكل يعرف هذه اللوحه، عندما نقول 1200 الكل ايضا يركز لهذه اللوحه، اللوحه النهائيه والكيلومتر الاخير قادم، الكيلومتر الاخير نفتتحه مع ايضا هناك سكر، سكر على المركز الاول، دخل هذا الغلاف الجوي للكيلومتر الاخير، سكر خالد بن سليم بن مسلم الوهيبي يقدم لنا سكر على الصداره وعلى البدايه، المركز الثاني، ثاني المراكز معزم حمد بن خليفه بن محمد الكعبي مع المركز الثاني، المركز الثالث هناك السيف محمد بن ناصر بن العوضي المنهالي مع السيف مع المركز الثالث، المركز الرابع هنا ايضا الواصل مكافح محمد بن سيف بن محمد بن ثاني المزروعي، يا سلام يا سلام يا سلام، بدت المعركه، بدت المعركه تشتعل في هذه اللحظات مع الأمتار الأخيرة، مع المنافسات الأخيرة، والفوز لمن؟ الناموس لمن؟ الزعفران لمن؟ ولكن لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع سكر، سكر على المركز الأول، سكر على الصدارة، خالد بن سليم بن مسلم الوهيبي يقدم لنا سكر على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، قام راس بينهي هذا الشوط راس، الله الله يا سكر، سكر سكر على المركز الأول، سكر على المقدمة، سلامي عليك سلامي عليك سلام يا السلطنة، أسعد الله صباحكم يا أبناء بدية على هذا الفوز وانتصار سكر بالمركز الأول، خالد بن سليم بن مسلم الوهيبي، سلام يا بدية، سلام يا بدية، سلام من أرضية هذا الميدان إلى الأشقاء في سلطنة عمان. المركز الثاني كان في أيضا مكافح محمد بن سيب بن محمد بن ثاني المزروع، المركز الثالث، المركز الثالث كان في ايضا، المركز الثالث كان في مشاهدينا الكرام السيف محمد بن ناصر بن العوضي المنهالي، المركز الرابع، المركز الرابع كان في ايضا مشاهدينا الكرام، المركز الرابع كان في، كان في ايضا معزم، كان فيه معزم ايضا محمد بن خليفه بن محمد الكعبي، المركز الخامس، المركز الخامس كان فيه مشاهدينا الكرام سياف محمد بن محسن بن ذويب، من كلمات الشاعر بن ذيب الرزق، هكذا مشاهدينا الكرام كانت تحديات هذا الشوط، وكانت الاثاره متميزه من خلال ايضا كانت مع السكر خالد بن سليم بن مسلم الوهيبي حيث قطع مسافة السباق 7 دقائق 39 ثانية، سلامي عليك يا أيضا يا الوهيبي، وسلام يا بدية، واسعد الله صباحكم هذا بكل خير.